موطني 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 موطني. قالت ان الصبيان ناس مسالمين وانت شاطر فيهم ناس واعيه ومتعلمه يوعوهم. لازم يكون عندك القدره تقنع اهل البلد انهم يبيعوك الاراضي برضاهم. انت ناسي ليش احنا بتل الصبيان؟ وتمايلي بغصون بنتي بقى.
بسم الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله عليكم. اهلا اهلا يا خجيل. اهلا اهلا يا غالب. اهلا يا عطلة. هلا هلا محمد. هلا يا حبيبي. هلا يا عقيلة. جاي يا فلاح جاي. تعالي تعالي ساعدي هدلة بالحلب. تعالي. حاضر حاضر. أم يا دلال. أي أمه. ناوليني هالطنجرة بسرعة بسرعة. يا الله يا كريم. شكر بيدك شكر بيدك. طيب منقضي النهار هون. صباح الخير يا هدلة. صباح الخير يا عمتي. عمك فلاح بقول لك لا تجوري عن عاج وانت بتحلبي. ليش يا عمتي؟ لانه بدي اياهن يشبعن اولادن عشان يبيعهن. وشو عليه؟ شو يا مرت اخوي؟ صباح الخير. صارت المصاري. لا يا صايل انت راس القوم انت راس المال يا صايل. يابا يا دلال. ايه يا دلال. نعم يابا. هات الفطور لعمك. هاتي. يلا حاضر يابا. يا اخوي يا صايل. يا اخوي. لا تقرب من مزرعة جلات بالحلال. ناشي لاقي له حجة علينا. توكل على الله. بدك تروح على عمان؟ بدي اشتري الغرضان للبيت. بدك شيء؟ جيب لي شماغ جديد. واقول لك بدي شوية فشك الى الجفت. ابشر ابشر. ابشر بس سعد. اعجلن النسوان اعجلن. ايه. يعطيكم العافية. يعافيك يا دلال. بشوف ابو سهو بعده ما اجى. والله ماني عارفة ماله بالعادة. يا صايل. يا اخوي. تعال افطر. تعال تعال يا اخوي. يلا يلا هذا انا جاي. اعزي نسوان اكرم زيت جد وياها. السلام عليكم. قال حق المرعى. تعال 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 افطر. الله يبارك فيك يا عمي. تفضل يا عمي. زيد فضلك. افطر افطر انا سبق. تفضل. صباح الخير ابو سهو. صباح الخير يا صايل. يا اخوي بدي تجيب لي شويه حلقوم وراح على هالولاد لا تنسى. ابشر. اما اولادك بدهم وصاه. تسلم تسلم. وانا يابا بجيب لي معك تعجبان. بشرتي الثاني. حبيبي. وانت الثاني بدك شيء؟ ما بدي الا سلامتك عمي. جيب له راحه وحلقوم. يعني هسا بدك تقنعيني بالحكي اللي بتقولي؟ يعني وش بدي اسوي؟ انت قولي يا حبيبتي. انت بعدك باول عمرك والطريق قدامك وجوزك حاتم الله يرحمه مضى على موته سنين. يعني لازم تفكري بحالك وبابنك مقداد. بس انا للحين قلبي يقول ان حاتم عايش وماما. شلون ودك افكر بحالي واترك ولدي للمجهول؟ لا يا حبيبي ما في غالي بعد حاتم الا ابوي واخوي. وانا قويه. رح تتعبي يا حبيبتي. اي الحياه ودها تعب وصبر. هيك انت وصايل قاعدين تشتغلوا عند عمك فلاح مو عشان لقمه العيش؟ لا يا حبيبتي انا غير. انت مره وحدانيه وانت عارفه شو يعني مره وحدانيه بهالقريه صح؟ انا مو وحدانيه. انا معي رب العالمين قاعده اشتغل ببيار زوجي وربي ولدي. بحس هالحكي مش طالع من قلبك. بحسك هيك مخنوقه وانت بتحكي. اللي عقله براسه يعرف خلاص. ليش انخنق وانا اعرف طريقي زين؟ بعدين انا قبل اكون حرمه انا بدويه وبنت الشيخ جزار. واقولها مره ثانيه قويه. الله يصبرك. أخذنا الوقت وإحنا من سولف. هسا عمتي عقيلة تفتح لي ديوان إله أول ماله تالي. يلا نقوم. يلا بديش حدا يقعد. يلا انت عبين السطر هذا بسرعة. يلا يلا انت شو قاعدة بتساوي؟ هذا البرتقال بدي إياه كله ما بيظل هون. كله تحت. أخذ يا بيك. أهلا يا بيك. أهلا وسهلا. تفضل يا بيك. هاي المرأة شو بتشتغل هون؟ يا بيك هذه بتجمع العشب عشان الطعم المعزة تبعتها بس. فهمت عليك. يا بيك إذا مضايقيتك أنا بمسحها من القرية مسح. ولا مضايقتني ولا إشي بالعكس. دير بالك عليها. إذا بنطردها في وراها ناس كثير بزعلوا علينا. وأنا زلمة ما بدي حدا يزعل مني. حاضر يا بيك. اسمع شكري. يسير. تاخذ السيارة وتطلع تجيب لأولاد ومرة ما عندها لها.
بس ما تتأخر ماشي؟ حاضر يا بيك. بدري يا هدلة، لو فلاحان كان خليته يتخلك. خير يا عمه، عساني ما قصرت. رحت تجيبي مية وصرتي مية. هي المية واقفة إلها الخيل، البير موجود وتشربه. بس انتي عارفة عمك فلاح بحب يشرب من مية النبع. ثاني مرة ما تتأخري. حاضر يا عمه. وانتي يا بنت. آي ما روحي ساعديها. يلا يا هدلة. هلا بالعم ابو سند، حلت البركه. ليش هذه الحمول بعدها برا؟ ساعه الزمن وبجهز. ليش بعدها لهسع ما جهزت؟ يا ابو سند، هذا في اثنين من العمال اليوم مجوس، اللي هم جعفر وحمد. وليش بعدهم ما اجوا؟ يا سيدي، جعفر حرمته خلفت وجابت ولد وسماه فلاح، وحمد راح على المدينه. طب اسمع، اللي راح على المدينه تخصم عليه يومين. حاضر. واللي جاء الولد بتحسب له اليوم بيومين، انقوط للولد جديد. حاضر. شدوا الهمة يا شباب. وانت بعد يا ابو سهو شد همتة. حاضر يا ابو سند، الله يسهل امرك. يلا مر له. ايش انتم تلعبوا هذا اللعب هذا؟ ابعدوا منه مساحاتهم، ابعدوا مساحاتهم. ابوش اهلا 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 وسهلا. اهلا يعطيك العافيه. هلا ابو رزق، حياك الله. وقفوا نعم، احنا قلنا لكم يا حي الله. هلا هلا، تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هلا ابو رزق. هلا يا حي الله، تفضل. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بيك يا استاذ ياسر. اعذرنا اعذرنا عشان اللي صار. بسيطه يا سيدي، بسيطه. الله يسعدك ويبارك فيك. أنا أستاذ ياسر، خير إن شاء الله. ليش مدي وراي؟ خير يا عم أبو رزق، كل خير إن شاء الله. أنت بتعرف المدرسة صغيرة وما فيش غير غرفة صفية واحدة، وعدد الطلاب بازدياد، يعني بزيد قاعد، فقلنا بنمون عليك بغرفة صفية ثانية. والله رأيك صحيح يا أستاذ ياسر، وأنا من رأيك. بس أنت بتعرف أنه أهل تل السنديان ما حدش ساخي، وكل واحد عنده قطعة أرض بقول ليش مش فلان يتبرع ولا علان يتبرع، والشغلة صارت مجاقمة ومداقرة. ما هوني ليش حكيت معك انت بالذات؟ عدم المؤاخذة انت المختار وبتمون اهل القرية. انت بتحكي صحيح، بس لو توفرت الارض ما بدهاش حق مواد بناء؟ صحيح. بدهاش كروة المعلم اللي بيجي بيبني المدرسة؟ خلص، طالما هذا رأيك انا بحكي مع عم ابو سند وبشوف شو ممكن نساوي. على رأيك يا استاذ ياسر. يلا، بدك مني شيء؟ سلامتك. يلا، السلام عليكم. الله معك بامان الله. سالم، هذا ابو ساره. الله يعطيك العافيه. هلا حبيبي. بدي كاس الشاي. على راسي. شو جبت لي معك من عمان؟ وشو بدي اجيب لك؟ جبت لك حالي. انت بركتنا. وهاي احلى كاس شاي يا ابو ساره. شكرا. شكرا. عفوا. العوافي يا مقداد. عافاك الله يا رزق.
هذا الظرف لمقداد. وفر على حالك وامشي بطريقك، وإياك مرة ثانية توقف هالوقفة وناقصني كلام. أنت عارفة أنا نيتي صافي وقلبي أبيض، فيش داعي لهالحكي. كلكم بهالقرية نيتكم صافي وقلبكم أبيض، ما شاء الله. خذ يا حبيبي خذ. انزل. ايش بتساوي عندك يا ولد؟ ولا شيء يابا، حسبت حساب مقداد بشوية حلو. صحيح انك بس على حالك، امشي لو على البيت امشي. ايش اللي صاير؟ اسال ابنك يا مختار. يلا يا جماعه بدنا نسحب. يلا انت شلون تضرب ابني قدام الناس ها؟ ولا بدك اياه يطلع مثل ابوه؟ يطلع مثل ابوه؟ انا منيح اذا بطلع مثل ابوه، اصلا ابوه لما بيمشي على الارض الارض بتهتز من تحته. ها من هيك انا بهتز والارض بتهتز؟ ابني تربايتي وما بطيق العوج. اليوم ابنش ما بطيق العوج، لويش يروح لبنات الناس على المزارع وبيحكي مع بلقيس وهي لحالها؟ لويش ما بطلع لك تحكي هالحكي، وهذه بلقيس اصلا منو بتطلع بخلقتها؟ ها شو رايك؟ انا علي انصحك، المختار زلمه بالخمسين وانت بعدك بالعشرين، كيف بدك تتفاهمي معه؟ يا خيتي على قولة جدتي، خذي ختيار يدلل ولا شب يذلل، وانت شايفه الحال. على الله، من يوم ما مات ابوي الله يرحمه وانا دايره من مزرعه لمزرعه عشان اجيب لقمه الخبز الي ولامي. خلينا اخذ هالختيار، يصرف علي وعليها. يصرف عليكم؟ من وين يا حسرة؟ ليش هو المختار بده يقصر لما أصير بداره؟ هالأيام لا تقولي فول غير لما تحطي بالعدول. يم قفلتيها علي؟ قولي إن شاء الله. الله كريم الله كريم. طالما عارفة هالحكي الأول وأسهله. يا ثريا لا ترمي نفسك على النار، أي والله عنده مرة غير ذوقك المر، وانا ما بدي احكي لك من هي منور. ومن هو قال لك اني بدي اسكن معها بنفس الدار؟ اي دار يا حبيبتي، مراق الطريق ما هو سلمان منها، اي لو انك باخر القريه غير يطولك لسانها اللي مثل المبرد. يا هم ملالي هاي منور ايدها طايله وتشلقت مثل الحي الحمراء. طب شلقتي شلقتي البرتقان وانت ساكته. يعطيك العافية يا أبو حاتم. الله يعافيك. يعني بعد هالعمر يا أبو حاتم الواحد لازم يقعد ويستريح. وين استريح يا مختار؟ ما فيش أغلى من الأرض. صحيح. جيتك لعندي قلت أكيد في وراها إشي. يا حمزة. نعم يا عمي. هات الكراسي يا أبو، حط لي إياها هون خلنا نقعد. أهلا وسهلا بالمختار. هلا بيك. يلا يا أبو حط هون. وعدون وعدون. هلا وسهلا يا مختار، تفضل. يا الله. هلا وسهلا يا مختار، تفضل. صحيح يا ابو حاتم، انا جاي استشيرك بموضوع ثريا بنت لطيفة. اها اسمع يا مختار واسمعني للاخر، لا تقاطعني. انا سامعك للاخر، تفضل. يزيد فضلك، انت رجل الله منعم ومفضل عليك، ما شاء الله عليك، مو ناقصك إشي، حرمتك عندك وابنك ما شاء الله عليه عندك، وعندك بياراتك ورزقتك، داير لي ورا ثريا يا مختار.
انت وين وثريا وين؟ ثريا صغيرة عليك. اخ يا ابو حاتم اخ، انا انين وما حدا يسمعني. صحيح انه حرمتي عندي وما ناقصني شيء، وصحيح انه ثريا من جيل ابني، بس حرمتي جابت هالولد وقطعت. فهمت عليك يا رشيد، فهمت عليك يا ابن الحلال. انت جاي بعد هالعمر تدور على خلفه، وعشان بدي خلفه لازم اتجوز واحده صغيره. ما قلناش لا، بس ثريا سيبك منها، بنت دايره ورا رزقتها، مالك ومالها، ثريا صغيره عليك. مالها ثريا؟ مالها ثريا يا ابو حاتم؟ وشو ناقصها؟ يا ابن الحلال قلت لك فكك من ثريا، فكك منها، البنت صغيره عليك، وبعدين البنت فقيره، وانت بتستغل ظروف الناس. انا ما استغليت حدا يا ابو حاتم ولا لفيت ورا حدا، بس انا جاي اشاورك. وما دامك يا اخوي متخذ قرار وحاطه براسك، لوين جاي عندي تشاورني؟ ها؟ ما تروح تشاور جلاد. جيت استشيرك لانك انت كبير. على كل حال بخاطرك. السلامة. لا تقلقي يمه، لا تقلقي. اللي اوله شرط اخرته سلام. بعدين ما في مره بتاكل مره. يمه بيني وبينك كلام نهله خوفني من امها 44، وبعدين انا ما انا قد مشاكمتها. منور الشيبه شغلتها الحكي، لو ظلت تحكي معي سنه ما رديت عليها. بعدين يا حبيبتي لا انت بايره ولا عوره، وانا ما رح ارميك على الشوك. بس نهله قالت. نهله اللي تقولي عنها لو طلبها المختار غير توافق. اسمعي، انا بدي اروح عند ام قداد وراجعه، ضب الرحى وكنسي قاعد دار. حاضر يما. بس لا تنسي جعبالي فريكي، لا تنسيني. من عيوني اجيبني. حجة لطيفة تفضلي. هلا بيكي، هلا بالغالي، هلا بحبيبتي، هلا ببلقيس. خير؟ مالك أشوف عيونك مهمصات من البكا. لا يا عم ما بكي، كنت أشتغل وعركت. تفضلي. عركتي؟ أنا ولدت كل نسوان القرية، وأعرف الوحدة شو مالها من عيونها، وإنتي بيبي عيونك دموع. تفضل يا عمتي. آخ يا حسرتي يا حسرتي. يا هلا يا هلا بعمتي، زارتنا البركة، تفضلي. يزيد فضلك يا حبيبتي. آخ يا ربي. يا الله. تفضلي عمتي. تسلم ايدك. اقعدي ارتاحي، اقعدي. يا حسرة عليك يا حسرة. نخليها تبليت يا عمتي، والغالي ما حد ينسى. اذا بدك تظلك تفكري بالماضي عمرك ما راح تتهني بعيشتك ولا راح تعيشي. انا عارفه انتي قاعدة تبكي جوزك حاتم، وراح اظل ابكي طول عمري وطول ما خشمي يشم هبوب الدنيا. عمة، مو انتي قلتي انك ولدتي كل نسوان القرية؟ تعرفين حاتم ما له مثيل وما يتعوض. اصحي لحالك يا حبيبتي، انتي بعدك بول شبابك بول عمرك، والف واحد يتمناكي. يا حبيبتي انسي الماضي كله وفكري ببكرة، عيشي لبكرة. الوقت ما برجع لورا. حتى انت يا عمه. يا بنيتي يا بنيتي، حاتم ما راح يرجع بعد ما غاب عنك كل هالغيبه طول هالسنين. انت بعدك حلوه وطريه وما شاء الله عنك، مطبوع بيك من كل رجال، مشان هيك انا من رايها تشوفي لك ابن حلال يستاهلك.
أول منه تعيشي مستورة، وثاني منه تكفي عنك حكي الناس، وثالث منه بلكي الله أطعمك الخلفة من جديد وجبتي لك عيل ولا اثنين يكونوا سند عون لأخوهم مقداد بدل ما يظلوا وحيد. لا يا أم ثريا، والله لو ألف شعر جداي البيض ما اسمح الرجال يتنفس بوجهي غير حاتم زوجي، وأنا عندي أمل غير يعاود. يا بنت أنا أحكي لك هالحكي لأني ذقت المرار بعد موت جوزي الله يرحمه، ما تركني إلا ثريا بنتي الوحيدة الله يستر عليها ويرضى عليها. كلها قسمة يا عمتي، إلا ودي أسألك. اسألي يا حبيبتي اسألي. سمعت إنك عطيتي ثريا للمختار صحيح؟ آه والله صحيح، ما أنا شوفت عينك ما ظل من عمري قد ما مضى، والمرض هد حيلي ما عدت قادرة لا أشتغل ولا أعتمد، وبنتي الوحيدة مو معقول أخليها تظلها بمزارع خلق الله. المختار طلبها وقسم النصيب، وهيك بتعيش مستورة وثاني ترتاح من شغل المزارع عند الناس. وما جاب بالك حرمتها الشيبة؟ وشو دخل الشيبة ببنتي؟ ها بعدين المختار الله يرضى عليه حسب هالإحسان، آه كل واحدة ببيتها. وما تحسين إنك ظلمتيها لجل انطتيها الرجال قد أبوها؟ بلا كثر حكي بلا كثر حكي، الجيزة سترة، آه سترة، وبهيك بطمن عليها بعد ما ماتي. وبعدين قومي يلا يلا قومي جيبيلي شوية فريك. بنتي بنتي ثريا الله يستر عليها ويرضى عليها طلبت مني طبخة دجاج بفريك. هاي قومي قومي تحركي يلا. حاضر. يلا استغلت يا بنات، بدي همة بالشغل بسرعة. وانتم يلا يا بنات اشتغلوا كلكم. بديش قاعدة. كيف الشغل يا بيه؟ كويس تمام. يلا بسرعة يلا شد الهمة. مالك بتقعقع؟ هاي العمال جايب لي اياها يا بيك. هذا اسمه روحه. حاضر يا بيك حاضر. تؤمر الحقني على عريشه مشان احاسبك. الحقني يعطيك العافيه يا صايم. الله يعافيكي. مالك بشوف غزالك سارح شو بيه؟ اسمع أكرش ببيت أخوك ليل نهار ومش طالعة عندهم بالريحة الطيبة حتى. لا حول ولا قوة إلا بالله، بعدين مع النسوان هذول. اسمع يا بنت الناس يا بنت الناس روقي وهدي ربنا كريم. إيه اسمع إحنا لازم نفكر بحالنا شوي ونأمن مستقبل أولادنا. آه شو قلت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا بنت الناس يا بنت الناس ربنا كريم ما في شيء بدوم على حاله. وكليها لله. اقول لك فكيني من سواليفك وروحي روحي سوينا لقمه الله يرضى عليك. روحي روحي. يسلموا ايديك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا. يا شو عزم ابنك ليش هيك؟ ابنك ابني لحالي ولا كانه ابني وابنك ولا لانه بقدرش يداري نفسه صار ابني لحالي. مش معقول انت. انا باش غلط سالتك سؤال ابنك ليش هيك؟ قوم 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 غسل ايديك وغير ملابسك وتعال يلا. قوم ماما حبيبي قوم قوم غسل ايديك. مش معقول شو قاسي عليه بتعامله كأنه بلاك شيب. يا عزة هذا ابني مثل ما هو ابنك. أنا ما بكرهه أنا بس يعني بدي أكون نظيف مرتب قدام الناس. أنا وغصون مش مقصرين معه، الدور الباقي عليك أنت. أنت أبوه وإله واجب عليك. إيش أعمله يعني؟ أقعد في البيت أرضعه مثلا؟
انت شو شغلتك؟ انت ست البيت مروض تدري بالك عليه. اسمعي، اذا مش قادره تقومي فيه سهله جدا، بوديه على مصحه نفسيه واخلصنا من هالقصه. جلاد، هذا الكلام بحبش اسمعه بالمره. انا بشبابي تعلم درس من رحمة أبوي الله يرحمه، رحمة الله عليه، تعيشه. وهين اليوم صرت فوق 75 سنة، العمر كله تسلم يا فلاح. هذا الدرس قلت لك إياه يا فلاح، وقلته لكل كبار القرية وشبابها، إنه اللي بيفرط بذرة واحدة من تراب أرضه رح يجي يوم يفرط بأرضه كلها. لكن المشكلة والمصيبة اللي عندنا راس الحية، هالسمسار اللي دخل الغريب للبلد. الله يا أبو حاتم، طول عمرنا ما فرطنا بأرضنا ولا رايح نفرط فيها، لكن عاد اللي مثل المختار وشكري ما بنحسب عليهم. هو المختار هذا اللي طول نهاره داير يفكر حاله وجه البلد؟ والله يا عم ابو حاتم، انا برايي بلاش منه هالمختار اللي لا بهش ولا بنش. المصيبه مش هون عمي، وحياتك وحياه الحاضرين. ما دخل الغريب ودخل الريح لبلدنا غير المختار وعوانه. فات الفوت يا ابو حاتم، فات الفوت. لا يا عمي ما فات الفوت، ولو بدنا نآمن بهاي النظريه كان ما شفنا دول باكملها انهارت وانتهبت وبهمه رجالها وشبابها رجعت لها كرامتها وعزتها وحريتها كمان. والله أنا من رأي الأستاذ ياسر، الحق بده قوة عمي. اللي ما بيستحي بيخاف خوف. يابا احنا ما بنقصنا القوة، وما بيصير كل واحد منا يرمي حمله على الثاني. احنا لازم نتكاتف ونصير كلنا ايد واحدة. صدقت صدقت يا ابو حاتم، صدقت. يا بنت الحلال قلت لك 100 مرة هاد الأولاد أمانة عندك، بعدين هذول أولاد أخوي، فاهمة؟ بعرف يا فلاح، بس والله ما كان قصدي أزعلها. يا أبا دلال، أي أبا، روحي نادي هاد الأولادها خلها توكل معكم. يلا يلا، حاضر يا أبا. يا أبا. أيوة يا أبا. بدك تروح بكرة على اجتماع المدرسة؟ إن شاء الله. يلا طبعا لازم أروح، كل إشي في مصلحة القرية لازم احضر ان شاء الله. يبقى بعد اذنك انا بدي اخذ فطوري وافطر انا والاستاذ ياسر. اه مش غلط، ناولني هالخبز، ناولني. خذ يما، سلم ايديك. يا دلال، دلال شو صاحي؟ صباح الخير. صباح الورد. تفضل يا استاذ. الله يزيد فضلك، انا بصراحه صرت استحي منكم، يعني صدر فايت وصدر طالع بكفي يا اخي. ما في شيء من الواجب يا استاذ، مدي ايدك انت. الله يكبر واجبك، يلا انطح فالك، مدي ايدك معي. لا انا مش ببالي والله. انت شو قصتك يا سلام؟ بعدين معك. لا قصه ولا شيء، كالعاده ابوي دق فيي. يا سلام يا زلمة، الحكي اللي حكاه أبوك حكي كبير كثير يا زلمة. يعني اللي شفته إنه أبوك من أكثر الناس حرص على القرية وأهل القرية وأراضي القرية. يا أستاذ أنا معك، القصة تعامله معي بيعاملني زي كأني ولد صغير. وين رايح ومنين جاي وليش متأكل؟ مش معقول كمان. إذا أنت بدك تقهرني بدك تضغطني، بعدين معك يا رجل. يا زلمة أبوك هذا لازم تكون سند إله، لازم تكبر فيه، لازم تشوف حالك فيه يا زلمة، لازم تفتخر فيه يا زلمة. أبوك من الناس القلال، اذا ما ظل الزلم ما ظلش منهم. يا استاذ مش هاي القصه، هو ابوي ليش تعب علي وطلعني مهندس؟ عشان اوقف على البيار اراقب عمال؟ هي شغلتي هاي؟ طبعا شغلتك. انت ما قريت وتنورت عشان تروح باتجاه واحد يا سند، لا عندك اكثر من اتجاه، بدك تشوف حلول، بدك توقف بظهر ابوك، بدك تسانده قدام الاخطار اللي 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 اللي, اللي بتواجه هاي البلد. قصدك جلاد؟ هو بس جلاد ومثله مثايل يا زلمه، جلاد وشكري والمختار عدلك. الله معك حق يا استاذ، انا اسف دائما بنكد عليك على الصبح وعلى المساء، سامحني. افطر افطر.
يلا مد ايدك. يلا كل ماي. والله مو بلاي. والله غير توكل. يلا. لا اله الا الله. بسم الله. بسم الله. هاي مفرقه بطاطا مع بندوره. يا زلمه تقول تقول كاينين عندي بالقريب، تعرفوا شو اللي بحبه وشو اللي ما بحبه. مدك. يلا شباب كتوا لي جوا ساعدوا الشباب. يلا بسرعه. يلا بدي الهمه ها. وانتي ليش رابطه هالجربه هون ها؟ ليش مضايقينك؟ ليكون معك لعشاك. صاحب البياره بدوش حدا يقرب عليها، فكيها وابعديها من هون. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، صاير لك لسان وتحكي. ليش مش عاجبك؟ لا مش عاجبني، باين عليك دوار حكي. اسمع يا عجوز، بديش اشوفك هون وروحي رتعيها بارض المختار. اه ارض المختار، والله ما انت قليل. اه وبعدين معك يا عجوز، وبعدين ايش اللي حطيته بالخرج ها؟ ايدك هتفتشو. ول عليك ايدك لكسرها. يا زلم انت شو اللي مضايقك من هالمستوره؟ بيش حارقه بصمتك ها؟ وانت ايش دخلك؟ روح لشغلك روح. والله اذا ما رحت لحت اسنانك حتى. يلا خلص خلص يا سحل، روح يا ابني روح يا امي روح روح لشغلك انت. اخ روح. ول ول عليك يا ابو المزابل. ول اخ ول اخ يا ابو المزابل، نزعت براقنا. ول عليك. اخ 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 شاب تاب آيه، والكريم انشاب جاب آيه، واللئيم انشاب عاب. مالك تهوطش رايح جاي رايح جاي؟ أنا اللي مالني ولا أنت اللي مالك صبحت هاهي وتغني؟ شو مالك؟ أنت مقبولة؟ قاعد تتلبس وتتهندم، وين بتروح وبتيجي؟ أنت ناسي يا حرمة أني مختار القرية وبقعد مع رجالها؟ رجالها يا حسرة، هن هالأربع ججات، ججتين بالخم وججتين فلات، وديك الله أعلم وين هو. منور تلمسينيش على الصبح. إيش اللي بدك إياه؟ أجتني سواليف إنك بتركض ورا ثريا بنت لطيفة، بدك تتجوزها. معقولة؟ معقولة أركض ورا واحدة وانا عندي حرمه مثل الشمعه؟ ارشيد ان سويتها لعلق الكدان بين كتوفك واحرط عليك كل وعر تل السنديان، كل تل السنديان. ول عليك من حرمه فعلا، الملافه السعد